I don't want my mother to see this video. دخلنا في حتة الباص عشان رايحين من مدينة بيمبا للحدود التنزانية. مستنيين الباص الوحيد اللي المفروض ان هو بيطلع دايركت على المدينة اللي احنا عايزين نروح. الحقيقة يعني بعد اللي سمعناه عن موزمبيق، موزمبيق كانت مختلفة تماما عن كل اللي توقعناه. Yeah, before we arrived there in Mozambique, we heard so many weird stories about the travelers, about this country, that yeah, they had a really tough time traveling there because of, I don't know, visa issues. It was like they said it's quite difficult to get the tourist visa. The borders are super strict. The police officers all around the country, they're very corrupt. They will ask you for money because of everything. The roads are super bad and the public transportation is super unreliable, so that it's very difficult to travel in this country. We heard as well that it will be difficult for us to communicate with the local people because they are not very much talking English, only Portuguese. That it's maybe as well not that safe. Like, this is what we heard actually the most, that it's a bit unstable, the situation there and everything, that a lot of people would not travel there because it's a bit risky. موسم الشتاء بدأ بيندع، يعني الناس هناك بتبدأ صيف، عندكم صيف واحنا بنبدأ شتاء. برد ها؟ هنيك متغطية كمان. أنا بردانة. أنا بردانة يا. أوي. يعني تهزها كده يعني إيه؟ في شهر يناير. الحقيقة يعني الموضوع كان من بدايته اصلا كان بالنسبة لنا مختلف، يعني من ساعة ما دخلنا الحدود من ملاوي ما شفناش اللي كنا بنسمع عنه. يعني خدنا الفيزا بكل سهولة، ما قابلناش الضباط اللي كنا بنسمع عنهم ان هم هيقلبونا بمعنى اصح. يعني حتى لما رحنا الى موزمبيق كانت مكان يعني كنتش متوقع حتى ان انا اشوف زيه في افريقيا كلها. يعني هي موزمبيق كده كلها على بعضها دولة غير متوقعة. بعد اللي كنت بتسمعه عنها بتيجي تلاقي حاجة مختلفة تماما عن كل اللي انت عرفته. We had actually as well a lot of times the feeling that we were traveling in Europe or something. It feels very much like Southern Europe. It's very developed, like the big cities especially. It's very lively and very cool somehow. It has a cool vibe. Yeah. And you have the feeling like the houses, they look like, yeah, Southern Europe. So you really feel this the Portuguese influence somehow. حس ميكانيكا سريعة. الجير ما كانش شغال بس يعني ايه الناس في المعاد برضه. لا احنا اصلا بعد ما طلعنا من ملاوي كان هدفنا بس ان احنا نسافر في الجزء الشمالي منها، اللي الناس كلها كانت بتحكي عليه ان هو من اصعب الاجزاء اللي احنا بنسافر فيه. كان هدفنا ان احنا نزور إيلا دي موزمبيق اللي على الساحل اللي احنا زورناها وشفتوها في الفيديو اللي فات، ومدينة بيمبا اللي على الساحل برضو الشمالي لموزمبيق، وكانت فيها شواطئ روعة. اي نعم احنا ما صورناش فيها حاجة عشان كنا مركزين بس ان احنا نعدل او نمنتج الفيديوهات اللي احنا خلصناها الفترة اللي فاتت في رمضان، بحيث ان احنا نبقى مخلصين كل شغلنا بالعيد. وكانت واجهتنا على تنزانيا. But when we wanted to leave Pemba to go further to the north, to the Tanzanian border, our difficulties started a bit. It was, yeah, these days it was quite a big topic in the news and everybody was talking about that Al-Shabaab, which is a terroristic group active in the, like, especially in the north of Mozambique, which is actually quite known as well, yeah, that they were active these days. دي مدينة بيمبا على الخريطة واللي قعدنا فيها حوالي 5 أيام، وطول الخمس أيام ديت وبشكل متواصل كنا بنسمع إن في هجمات في المنطقة ديت على قرى، وإن هما بيدبحوا ناس وبيحرقوا بيوت، وإن هما عاملين قلق جامد جدا. وكنا عشان نسيب بيمبا ونروح للحدود التنزانية كان لازم ناخد الطريق ده عشان نطلع للشمال. بعد ما قررنا إن احنا نسيب مدينة بيمبا كان هدفنا كله في الوقت ده إن احنا ناخد وسيلة مواصلات مباشرة توصلنا لأقرب نقطة للحدود، وكانت النقطة ديت هي مدينة موسيمبو، اللي كانت أصلا من شهور فاتوا كانت تحت سيطرة التنظيم ده، والجيش قدر إن هو يرجعها تاني. بعد ما خدنا الطريق ده كله الحمد لله في 6 ساعات تفتيش كمان في كل حتة، وصلنا لمدينة موسيمبو اللي ما كانش قدامنا خيار تاني غير إن احنا نروح لها.
من هناك كان لازم ناخد باص يوصلنا لمدينة بالما، اللي من هناك ما كناش عارفين اصلا هناخد مواصلة ايه عشان نوصل للحدود. But from there the whole adventure of the border crossing actually only started. الناس برضو قالوا لنا ان دي غالبا هتكون اصعب واخطر حدود هتعدوا عليها في حياتكم كلها. وصلنا من ايه بالما. بالما والحاجة المواصلة الوحيدة ليها عشان المواصلة الوحيدة للحدود ألابونيو. ألابونيو والمواصلة الوحيدة للحدود الموتوسيكل ده عشان نوصل على حدود موزمبيق وتنزانيا. تنزانيا تنزانيا. اكتر تعدية حدود ممكن تخبلك صح؟ yes. عشان كده مفيش عربيات بتيجي، كل الطريق رمل كأنك على بحر ومية كأنك في نهر. ما بين تنزانيا وموزمبيق تتعامل فيلم لوحده، الحوار طلع اصعب مما كنت اتخيل. بعد ما قطعنا نص الطريق للحدود وصلنا للمكاتب مكاتب الجوازات الخاصه بالجانب الموزمبيقي، وزي اي حدود هتلاقي ناس بتحاول ان هي بتدور لك على اي مشكله واي حاجه في شنطتك عشان تقلب منك فلوس. But actually we are always experiencing that it's really easy to avoid those things and to escape those corruption situations when we are just making some jokes with the officers or whatever, or somehow trying to skip it. يعني لما حد يسألك على حاجة أو يسألك على فلوس تقول له يا عم والله ما تديني انت فلوس، والله تقول له والله انا مفلس، ده احنا غلابة، اي حاجة تمشي بها حالك. To be a bit confident and to joke a bit and ha ha ha, and then they would just let you. بس مفيش حد بيبقى دايما مصمم ان هو يعمل الحاجة الغلط الا لو انت عامل حاجة غلط. يعني هو اول ما بيلاقي عليك تكاية كده حبه يعلمه عليك. خدنا الجوازات واحنا كده رسميا شرعيا برا موزمبيق. الموضوع اقل ما يتقال عنه ان هو ايه مغامرة، ولسه المغامرة مكملة ما انتهتش نهائي. يعني تعتبر بالنسبة لي اصلا دي بدايتها. اي حدود عادية حد جنب الحد، يعني حد الدولة دي جنب حد الدولة دي دوبك تمشي، انما ديت يعني مسافات وفي ناس عايشة على الحدود. دي غالبا اصعب حدود هعديها في حياتي، لازم نعدي النهر عشان نروح على الجانب التنزاني. النهر ده مليان تماسيح يا جماعه. اول ما وصلنا هناك لقينا كده بتاع 15 20 مركب صغيره، يعني نايمين على جنب على الشط بتاع النهر، يعني متكسرين ومتدغدغين وكنا فاقدين الثقه تماما. يعني وكانت هي عايزه تقول لكم برضو ان لما شافت الناس حواليها وفي ناس كتير والناس اللي هم اهل البلد وبتاع عايزين يعدوا الحدود حسيت بامان، يعني ما حسيتش ان الموضوع اصعب منه كتير، ويعني هزرنا شويه وبتاع وكان الموضوع اسهل ما احنا كنا متخيلين.
هو جينا واكو ايه سالا This Egypto is Ramadan. His name Ramadan. Yes, Salah. And here Ramadan, he Tariq Hamid. Tariq Hamid. Ramin. Hamid. Say something to Muhammad Salah. Hey, Muhammad Salah, ni mchezaji bora sana. Go, my friend. Go, if you go, my sister. No. مركب مليانة مية كوديل يا كروكوديل مش عارف اقول على ده احلى معبر حدودي ولا اخطر واحد. جماله ما توصفش، يعني بمثابة رحلة سفاري بالنسبة لي ان انت تعدي الحدود دي. يعني دي تعتبر جزيرة في نص النهر، بس المد والجزر بيخليها تفضى، يعني الناس تقدر تمشي عليها وساعات الناس ما تقدرش تمشي عليها بحيث عشان الانهار دي بتبقى مليانة بقى ايه، فرس نهر، تمسيح، زي ما تقول تقول. اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. No crocodile. How do you feel? I feel wet. Yeah. You still have two legs. Maybe. I'm still out. This is just so funny. This poor man. Welcome to Tanzania. Hey, you don't want to get near you. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. يعني اغرب توصيله بقى في الحياه ربع دقيقه. شكلها اغبط من الحته اللي احنا مشيناها. I don't want my mother to see this video. What? كروكودايل هبو. دي مفروض عبارة تشتغل في اوقات معينة، يعني مش كل الوقت، فيعني في خيار امن، ما بتتخليش الناس تمشي على الارض ابدا. مش بس ان انت تاخد البوت الصغيرة ديت اللي بتشر مية من كل حتة، لا في خيار تاني، بس احنا كنا مستعجلين صراحة عشان الفيري دي بتطلع بكرة الساعة 2. رأيكم وصلنا تنزانيا؟ اللي خدنا فيزيتها عند الوصول $50 ومدتها 3 شهور، وبعدها ب10 ساعات في باص وساعتين فيري، احنا دلوقتي موجودين في زنزبار. اللي استنوا الفترة الجاية تشوفوا منها فيديوهات كتير جدا، وكل سنة وانتم طيبين. سلام. مبارك.